حقي. اجيب لك حقك ده ايه؟ ده انا هقفل الجامعه دي خالص. فين رئيس الجامعه دي؟ ايه ده بس يا اونكل، عميد الكليه موجود وبيتكلم معايا. واخوكي فين؟ بكلمه على الموبايل مش بيرد. بابت ايه ونيرت ايه؟ اختك من النهارده موتها نفسها من العياط وانت جاي تلعب مع البنات؟ بابا دي مش بنات، دي دكتوره جيهان مراد. مين؟ دكتوره جيهان مراد. مرجان احمد مرجان. بابا يا دكتور، فرصة سعيدة جدا يا دكتورة. يا أهلا وسهلا. بابا إيه اللي جاب حضرتك هنا؟ عشان أنا ابن حلال وأم عيالي. بابا عليها مالها؟ عليها مين؟ عليها أختي. آه صحيح، واحد دكتور رزل هزقها قدام زمايلها وطردها من المحاضرة. الأمر يرضيك كده برضه؟ نعم. قصدي يعني يرضيك اللي بيحصل يا أختك اسمها إيه؟ عليها. عليها آه. ما أنا أدخلها جامعة محترمة وأدفع لها فلوس قد كده عشان البنت تتعلم ولا تتعقد. واحد دكتور يقول لها انت فاشله وما تنفعيش في اي حاجه. ها اسمه ايه الدكتور ده؟ فاكسل. ايه فاكسل؟ مايكل يا دكتور. ايه اه مايكل. تاني الدكتور مايكل. طب علياء فين دلوقتي؟ علياء مين؟ علياء بنتك. اه هي واقفه هناك ومقطعه روحها من العياط. اطمن يا استاذ مرجان، انا مش هسكت، انا هغير هدومي وهاجي لحضرتك على طول. ليه؟ ما كده حلو، قصدي يعني عشان نلحق البنت هناك. أنا من بكرة هعتصم لهم في الكلية، الموقف ده لا يمكن يعدي على خير. آه فعلاً لازم كلنا نعتصم، هي مش الدكتورة هتعتصم برضه؟ آه أنا هعتصم معاكم. دكتورة إيه دي يا ضعضعية؟ سيفيلايزيشن يا بابا. مين؟ سيفيلايزيشن. يعني إيه؟ يعني حضارة. حضارة آه، حضارة. هي فعلاً أنا أول ما شفتها لقيت عندها خلفية حضارية ممتازة. الست بتتعرف على طول من خلفيتها الحضارية، حقيقة يعني. اتفضلوا معايا. ايوه علياء. ايوه حبيبتي. اهدي اهدي، احنا جايين حالا اهو. احنا اسفين جدا، قومنا حضرتك من على التنس، تعبناكي معانا وربنا قدرنا على رد جمايلك. جمايل ايه بس؟ احنا اي خدمه في اي حاجه يعني. علياء بنتي من النوع النفساوي شويه، اي نسمه هوا تاثر فيها. رقيقه كده زي حضرتك كده بالظبط. تصوري ساعات تبقى نايمه تقوم مفزوعه من النوم وتقعد تعيط ويجي لها رعشه، اروح حاضنها على طول واقعد املستها على شعرها تهدى وتبقى زي الغريبه. انا بديك صوره بس يعني، زي برضو حضرتك ممكن تكوني متضايقه ويجيلك رعشه اروح حضنك على طول واقعد املس على شعرك، هتلاقي نفسك زي الغريبه بالظبط. اودي بديك صوره يعني. مش بابا يلا يا ابني بكلم الدكتوره بتاعتك، هي اختك هتطير. سوري دكتور مايكل، you don't have the right to speak to her that way even if she has a different opinion from yours. She always disagrees with my opinion. She's a troublemaker. Calm down please. We are not here to fight. We are here to discuss. هي الخناقة دي عشان ايه؟ عشان علياء بابا. امال ما سمعتش يعني هما بيقولوا علياء؟ ولا هي اختك ليها اسم تاني بالانجليزي؟ It's none of your business. It is my business. No! انت بتقول نقول ايه؟ انت مالك انت؟ لما الدكتورة جان بتاعتكم دي كانت متجوزة مين؟ اتجوزت ايهاب ودي. عارفه ده اللي كان متجوز لالا مراد في قلب دليله. معقولة يا بابا ما تعرفش ايهاب وجدي المايسترو الكبير بتاع الاوبرا؟ ليه؟ المايسترو. مايسترو اه، ده الراجل اللي بيقعد يعمل كده بخشبه كده. ايوه ده ليه مقطوعات معروفه جدا، ده عالمي زي رمزي ياسا كده. اللي زي دي لازم تتجوز فنان، ربنا يوفقها معاه. يوفق مين يا بابا؟ ايهاب وجدي مات من 10 سنين. خير ما فعل. عارف اتجوزت مين بعده؟ هي اتجوزت تاني بعديه. اه اتجوزت حاتم جمعه. هو كمان تقول لي ما تعرفش حاتم جمعة؟ ده عارف بتاع الكوره. بابا حاتم جمعة ده اكبر شاعر في الوطن العربي. اللي زي دي فعلا لازم تتجوز شاعر، هي كمان نفسها شبه النشيد كده. كتبت فيه قصيده شعر يا بابا، لو سمعتها جسمك هيقشعر. متجوزه شاعر عشان تكتب عنه شعر؟ لا ده رثاء، رثيته بقصيده بعد ما مات، حزين عليه يعني. لا هو مات راخر، نازي قلبها جامد قوي. حد يموت يسيب واحده زي دي؟ عارف يا بابا دكتور جيهان النهارده كاتبه مقال في الاهرام مكسر الدنيا. الدكتوره جيهان دي ملهاش غير في الشعراء والفنانين، مش غاويه رجال اعمال؟ بتشاور عقلك ولا ايه يا مرجان؟ انت عارف طبعا انا بحبك وبغير عليك قد ايه، بس بصراحه الوحيده اللي اتمنيت ان انت تتجوزها وتيجي تقعد معانا هنا هي دكتور جيهان. طب انتوا مش محتاجين دروس خصوصيه الدكتوره جيهان تيجي تديها لكم في البيت هنا؟ بلاش يا بابا خالص الموضوع ده، دكتوره جيهان لما بتسمع الكلمه دي بتقلب الدنيا. خلاص بلاش انتوا تدينا انا دروس خصوصيه. النهارده هنعمل تجربه ديمقراطيه صغيره قوي.
انا عايزاكم تقولوا رايكم فيا بمنتهى الصراحه وتاكدوا ان انا هقبل ارائكم دي كلها. سوري يا دكتور ما زعيش من اللي هقوله. يعني انا شايف ان حضرتك انسانه عصبيه جدا وساعات بتفقدي اعصابك وما بتعرفيش انت بتقولي ايه. يا دكتوره جيهان انت انسانه متعصبه لرايك، بتعملي نفسك فري ومتحرره انما جواكي افكار رجعيه. ملابسك يا دكتوره ملابس فاضحه لا تليق باستاذه جامعيه، وبعدين انا مطالب ان انا اغض بصري وفي نفس الوقت اركز مع حضرتك. طب اعمل ايه؟ افتح عين محمد عين؟ تقدري تقولي لي ازاي ممكن تكوني قدوه للطالبات وانت نفسك متبرجه؟ كرا يا اخ محمود الكلام اللي انت بتقوله ده عيب وما يصحش، ده انت كده بتهين الدكتوره وبتهيننا كلنا. لو سمحت يا اخت، اولا انا ما بتكلمش معاكي، ثانيا الدكتوره فتحت باب المناقشه وانا من حقي ان انا اقول رايي يا اخوانا. قله ادب مش مناقشه. بقول لك ايه يا اخ نادر يا مشخصاتي، خليك انت اخويا في فريق التمثيل والمسرح بتوعك، ربنا يغفر لك. الفن مش حرام، الفن شيء عظيم. يا اخ محمود خليك موضوعي شويه، الدكتوره بتقول نتناقش مش نتخانق، وبعدين ايه اللي دخل الحلال والحرام دلوقتي ولا ايه يا جماعه؟ بس كده ما ينفعش، احنا قلنا نتناقش نسمع بعض. ما هو يعني سيبك بالكلام ده والهرتاله دي، نفضي نفضي انت فله قشطه. الله يخرب بيت الديمقراطيه على اليوم اللي كانت فيه الديمقراطيه. الجراك كاتبه لي انا شيخ منصر وحرامي يا حسن. انا شيخ منصر وحرامي؟ لا حاشا لله يا باشا، بلد مش عايزه اللي ينجح فيها، وبعدين هم عندهم اثباتات بالكلام ده. ارفع عليهم قضيه. ما المساله مش محتاجه شوشره يا باشا. شيل شيل خد. تعالى يا اولاد تعالى اقعدوا. ايه مالكم؟ وشكم مقلوب كده ليه؟ هو الدكتور ايه قال لي ادب عليك تاني ولا ايه؟ لا يا بابا. في ايه؟ بابا الكلام اللي مكتوب هنا ده مظبوط؟ ايه ده؟ ده جورنال صوت الجامعه بيطلع عندنا في الكليه. مين اللي كتب الكلام الفارغ ده؟ دكتوره جيهان. ايه حكايه الدكتوره جيهان دي اللي انتوا قلبين دماغي بيها دي؟ وبعدين انا عايز اعرف بقى الدكتوره جيهان دي بتشتغل ايه بالظبط؟ شان مدرسه ولا بتلعب تنس ولا بتتجوز ولا صحفيه؟ اسمعوا يا اولاد ابوك زي الفل، انا شخص سليم، انا احط صباعي في عين اتخن تخين ولا يهمني اي حاجه. يلا اسكنوا انتوا على البيت وتغدوا، انا لسه قاعد هنا شويه. يلا. صوت الجامعة ناقص انا صوت الجامعة كمان. ما اي واحد قاعد فاضي ما وراهوش حاجة معاه ورقة وقلم يقعد يقطع فيا يا حسن. انا بقول يا باشا احنا نلم الموضوع احسن، يعني الناس دول لو جم وشربوا الشاي بالياسمين بتاع سعادتك هنخلص. بعدين انا مش فاهم سعادتك قال لي نفسك ليه، ما دام مظبط كويس فوق يبقى خلاص. بس اللي فوق مش مضمونين يا حسن، البلد ده عشان تعيش فيها لازم تظبط نفسك من فوق وتظبط نفسك من تحت، عشان لو اللي فوق سابوك اللي تحت يلقفوك، ولو اللي تحت سابوك اللي فوق يحموك. انا هرشح نفسي في مجلس الشعب. شبرا من اجل الشباب، من اجل الاجيال الجديده، برشح نفسي اني اكون صوتكم، صوت الشباب اللي اخرسوه وكمموه. من حق كل شاب يعرف هيعمل ايه بكره، من حق كل شاب يبقى عنده طموح مهما كان طموحه كبير. من حقك تحلم انك تبقى وزير، رئيس وزراء، رئيس جمهوريه. مش بس تحلم، لا ده انت تشتغل وتخطط على كده كمان. أيتها الجماهير العريضة، أيتها الجماهير العريضة، لقد رشحت نفسي من أجلكم أنتم أيها الجماهير العريضة. لماذا جئت؟ إنني أرى جحافل أمامي. لماذا جاءت هذه الجحافل؟ لقد جاءت من أجل مصر وليس من أجل مرجان، وإننا أعاهدكم من الآن أن لكل فرد سوف يكون له فيلا، فيلا في الساحل الشمالي، فيلا من دورين، أربع أوض وصالة فوق وحمامين، وتحت في اوضه للداده، وامام الفيلا في حمام سباحه. من حقكم ان كل مواطن حمام سباحه قدام الفيلا، غير الجنينه اللي فيها الموز والبرتقال واليوسفندي. اليوسفندي مهم للشعب المصري، في جنينه ورا عايزين تزرعوا فيها كنتالوب، وماله؟ من حقكم انكم تاكلوا كنتالوب؟ ايها طلبه الجحافل العظيمه، ارجوكم لا داعي لهتافات، ودعونا نعمل في صمت من اجل مصر، من اجل مصر. يا حسن فين الدايرة وفين الناس؟
العمال والموظفين بتوعنا ما جوش ليه؟ ده اصل انا واحد مقطوع من شجره. والله يا فندم بلغنا الكل، بس كلهم للاسف في السرادق الثاني. سرادق مين؟ في حد مات؟ لا سعادتك، ده سرادق دكتوره جيهان مراد اللي نازله في الانتخابات قصاد سعادتك. جيهان مراد؟ بقى الناس بتوعنا راحوا لجيهان مراد ومحدش عبرنا انا؟ خصم شهر لكل واحد. هتفرج ان شاء الله يا باشا. طب كلم الواد عدي ابني، هو قايل لي انا هجيب صحابه بتوع الجامعه وييجوا، شوفوا ما جاش ليه. الاستاذ عدي مش هيجي يا فندم. مش هيجي ليه؟ ده مأكد عليا الصبح. اصل هو والانسه علياء في السرادق الثاني. فين؟ في السرادق الثاني سعادتك. بتاع جيهان مراد؟ ايوه. ولادي والعمال والموظفين بتوعي عند جيهان مراد؟ ايوه سعادتك. على فين؟ انا رايح عند جيهان مراد.